أهميته كبيرة في الدوائر الحكومية لتنظيمهم كوضع مالي وإداري، يعني لازم تنظمهم كوضع مالي وإداري كنقابة. نقابة المبرمجين من النقابات المهمة ويجب تنظيمها كإداريا وماليا، لأنها تحتوي على أكثر من 2000 مبرمج وما لهم أي تنظيم، فيجب تنظيمهم والعمل على إدارتهم وتنظيم وأخذ حقوقهم. وأنت موجود هنا حتى شو تقولين؟ تشجيعهم طبعا، تشجيعهم اقرار قانون، احنا القانون موجود وان شاء الله راح نقرره هذه الايام.